الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين. إن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. مرحبا رفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. بداية التذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم. سألة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صورة توضح المشكلة ياريت يتم إرساله حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، البث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك، ولا عنده تعليق مناشدة مشكلة يتركها ضمن التعليقات نقرها وقت بث الحلقة، أو يتم إرسالها لمراسلينا حتى يتابعوها بالصوت والصورة. مشوار راح يبدي من أخبار أهل المدينة، ونبدي من أخبار البصرة اللي حاليا تتابع بحذر وخوف أخبار سيول الكويت التي حدثت يوم أمس، وكثير من متابعي هذا الشأن تابعوا أبرز المقاطع التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. وهناك الأنواع الجوية حذرت أنه قد تصل هذه السيول أو تحدث في وتضرب بعض المناطق في مدينة البصرة، ومن ضمنها صفان وأم قصر والفاو. وتعرفون إحنا أصلا يعني عندنا مشكلة في البنى التحتية، وقد تكون هناك أمطار غزيرة تؤدي إلى سيول كبيرة. يعني الكويت اللي هي مستقرة من ناحية الخدمات شهدت ليلة أمس سيول غريبة عجيبة، وانتشر حتى هاشتاغ الكويت تغرق، ولحد الآن آثارها كبيرة وهناك خسائر مادية كبيرة. الحمد لله على سلامتهم، وأكيد هناك استنفار كبير في هذه الدولة والدول الأخرى ومن ضمنها العراق، اللي يعني اليوم كان هناك أيضا رد فعل من قبل محافظ البصرة لإرسال آليات ووضع كافة الخدمات والتسهيلات لدولة الكويت الشقيقة حتى تعبر هذه الأزمة. فعلا هي أزمة تعتبر من الأزمات التي تحدث يمكن بشكل يعني هاي يمكن أول سنة تحدث بهذا الحجم. الموضوع كبير، ومثل ما قلت لكم أهالي البصرة بعدهم لحد الآن هناك كثير من المناطق تعاني الفيضان بسبب طفح المجاري. فيقول لك إذا أيضا تجينا إحنا سيول من الممكن أن يكون هناك غرق كبير لكثير من المدن والمنازل والأراضي الزراعية، ورح يأثر على حياتنا وعلى سير حياتنا الطبيعية. حتى نعرف احنا تفاصيل هذا الخبر، وحتى اهل البصره يكونون على علم واطلاع بموضوع الانواع الجويه، المطر، السيول، كل هذه القضيه واخبار اخرى تخص البصره واهلها، ينضم معنا مراسلنا من البصره عمار السعد حتى هو يحدثنا عن هذه يمكن قد تكون هناك كارثه تحصل في البصره، لأنه موضوع السيول مثل ما قلت لكم ليس بالأمر الهين والسهل، خاصة على مدينة مثل البصرة التي تعاني من انعدام البنى التحتية. أهلا بك عمار، وأهلا بانضمامك، والحمد لله على سلامتكم. مرت ظروف كثيرة في البصرة، التسمم، موضوع الأسماك يمكن أثار الخوف أيضا والهلع في البصرة، وحاليا موضوع السيول الذي يشغل بال الكثيرين. مرحبا أجل، مساء الخير على المشاهدين. نعم، اليوم طبعا لحد الان الجو هو غائم وملبد بالغيوم. نعم. والناس في حاله من الخوف مما حصل مع الجار الكويت من سيول وامطار شديده، وبما انه الكويت مجاوره للعراق فالخوف كل الخوف. نعم. عمار يمك اكو صوت لانه خاف يعني ياثر على سماع المشاهدين، وصوتك يعني بعيد، ممكن انه تعلي صوتك حتى المعلومه توصل بشكل جيد لكل من يتابعني. ألو. تسمعني عمار؟ ألو. تمام. هسه الصوت تمام. ألو. عمار تسمعني هسه حاليا؟ هسه اسمعك واضح. تمام. صوتي واضح؟ تمام. صوتك واضح بس شوية ناصي، يمكن من عندنا خلي هسه نشوف حتى يوصل الصوت بشكل طبيعي. تفضل. طبعا اليوم الجو غائم والسماء في مدينة البصرة ملبدة بالغيوم تماما. وهناك خوف من
أن تكون هناك موجة أمطار غزيرة في مدينة البصرة بعد أن كانت هناك موجة من الأمطار الغزيرة والسيول في دولة الكويت المجاورة للعراق. لكن الحذر من السيول سوف يكون في المناطق الحدودية إذا ما هطت الأمطار، كون هناك منحدرات خاصة في منطقة صفوان والزبير، والخوف من تدمير مساحات شاسعة من أراضي الزراعة المزروعة بمحصول الطماطة. صح. وما شاء الله مزارعنا غنية بهذا المحصول في هذه المناطق، والخوف من تدمير هذه المساحات. لذلك طلبت هيئة الزراعة الموجودة في الزبير بأنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والحذر من قبل قوات الدفاع المدني والمجاري ووزارة البلديات من أجل مواجهة أي طارئ في حالة ما إذا حست. أيضا لا ننسى أن هذه المناطق الحدودية أجل فيها عدد كبير من المزارعين ساكنين في المزارع اللي تزرع الطماطة والبصل والخيار أكيد. في هذه المناطق، ربما تغرق هذه المناطق وتؤدي إلى محاصرة عدد من المواطنين وهذه المزارعين. لذلك حتى القوات العسكرية في حالة تأخر في حالة ما إذا حصل في طارئ باستخدام الطيارات مثل ما حدث في ديال. أما بالنسبة إلى مركز المدينة، عفوا الهزم مركز المدينة لا يمكن أن تحدث فيها سيول، وإنما تحدث فيها غرق الشوارع بسبب قدم وبسبب تهرب شبكة المجاري الموجودة في المدينة، والذي وصفها محافظ البصرة بأنه هي تعبانة ومتهالكة، ومشاريع المجاري مشاريع يشوفها كثير من الخطأ. فبالتالي الخوف، كل الخوف من أن يعني يرتفع منسوب المياه في الشوارع وبالتالي يدخل إلى البيوت، وخاصة في المناطق الشعبية مثل منطقة خمسة ميل، منطقة الحيانية، وأيضا بعض المناطق المتجاوزة لسموع الحواشم. صح. هذه قريبة جدا أو ناصية على الشارع نقولها بالعامية. فبالتالي أي ارتفاع في الشوارع أو كميات المياه أو طفح المجاري راح يؤدي إلى كارثة. وللأسف في السنوات الأخيرة هذا الشيء مشهود وأصبح شيء موجود. المعالجات أجل صفر. أنت تشين في أمام مدينة هي متحضرة بوجود 4-5 تانكرات في حال لا أحد طارئ تسحب الماء. لكن ترى هذه التانكرات هل هي الحل الوحيد؟ أنا ما أعتقد هذه الحل الوحيد، وإحنا مجربين في السنوات السابقة. صحيح. هم دائما يقفون في حيرة أمام هذه الكميات من المياه وينتظرونها تنشف لوحدها. طيب احنا ممكن نترك، لانه اخبار كثيره يعني هذه القضيه نتركها، احنا حاليا ماكو مطر، يمكن من الممكن باكر يكون هناك امطار، ولانه الجويه بين يعني كل شويه وشويه يتغير الوضع. ان شاء الله ماكو سيول، ان شاء الله ماكو فيضانات، ونتمنى انه تمر او يمر هذا الموسم على خير، والناس ما تفقد لا مزارعها ولا منازلها ولا وضعها. واحنا عرفنا انه قبل فتره كان هناك 2 توفوا نتيجه سقوط منزلهم عليهم نتيجه يعني سوء الاحوال الجويه. طيب خلينا نحكي، امس صار هناك خبر وايضا انتشر هم ايضا بشكل كبير واثار ذعر، لانه اي خرق للوضع الامني هو ياثر على المدينه بشكل كامل. كان هناك امس نزاع في منطقة القرمة، وتعرف هناك الأقسام الداخلية لجامعة البصرة، وهناك يعني صار هناك إصابة لأحد الطلبة ونقلة. إذا كان عندك معلومات أول مرة شلون صار الطالب وشنو سبب النزاع، وهل هناك تطويق للمكان، هل هناك إلقاء القبض على مفتعلي هذا النزاع، وتجاب يعني شلون انصاب الطالب وهو داخل القسم الداخلي، إذا ممكن نعرف التفاصيل منك. ونتمنى انه هذه الطالب نقل. نعم. عفوا الطالب اللي المصاب نقل الى المستشفى. تمام. السبب في ذلك انه الجامعه، جامعه البصره الثانيه الكبيره اللي لها الاقسام والكليات العلميه، تقع في منطقه قرمه علي. نعم. ومنطقه قرمه علي هي منطقه عشائريه صرفه، فبالتالي هذه المنطقه تعاني بشكل مستمر من وجود المشاكل العشائريه والرمي العشوائي. وبالتالي فجامعه البصره بما انه مقابلها وفيها عدد كبير من طلاب سلوك الاقسام الداخليه، احد هذه المعارك ادت الى توجيه العيارات الناريه الى هذه الاقسام بسبب وجودها ما بين المتناحرين من قبل هذه العشائر، واصيبت البنايه والشبابيك اللي المطله على الشارع، ما ادى الى اصابه احد الطلاب. الطلاب الاخرين اصيبوا بالذعر، وبالتالي اخلوا البنايه كاحتياط او كتصرف احترازي لعدم الوقوع بمثل هذه الحاله. خابرنا واتصلنا بمدير اعلام جامعه البصره. نعم. وقلنا له هل تم اخلاء البنايه بامر من جامعه البصره؟ نعم. وهذا الاخلاء مستمر ام هو عباره عن تصرف احترازي قاموا به الطلاب؟ قال لا، هو تصرف احترازي قاموا به الطلاب، وجامعة البصرة لم تعلن أو تقوم بعملية إخلاء المبنى من الطلاب، وهم موجودين حاليا في المبنى. لكن بعد أن أصابهم الذعر والخوف من هذه المشكلة العشائرية وحتى لا ينصابون بطلق ناري، هم هربوا من المبنى
ولكن بعد ان هدات الامور عادوا اليها، احد هؤلاء الطلاب انصاب وتم نقله الى المستشفى. وموضوع القاء القبض على الجاني هذا موضوع لم يتم لحد الان. تعرفين المشاكل العشائريه تتم بين عشائر كبيره، ولحد الان الدوله وزاره الداخليه وقياده شرطه البصره والعمليات واقفه محتاره عاجزه امام هذا التصرف اللي لحد الان ما صارت له شاره. ولا راح يصير له، لانه لازم يكون هناك قانون صارم حتى يتم معالجه الموضوع. احنا نشكرك مراسلنا عمار السعد على هذه الاخبار، ان شاء الله تعدي موضوع الانواء الجويه والسيول على خير والامطار الغزيره، وموضوع احنا نتمنى من قياده شرطه البصره، نتمنى احنا من المحافظه ومجلس المحافظه وايضا الحكومه المركزيه ايجاد حل سريع لموضوع العشائر المتناحره اللي بين فتره واخرى تنشر الذعر والخوف والهلع بين الناس. واذا كانت هذه المنطقه هي منطقه عشائريه ومدفض، لانه يبدو انه هي الثارات قديمه، نقلوا الطلاب والقسم الداخلي الى مكان امن بعيدا عن النزاعات. ويا ريت كل هذه العشائر بيناتهم مشاكل ما تنتهي ودم، خلوهم دائما كلهم في مكان واحد، خلي واحد يخلص على الثاني، شنو ذنب الابرياء؟ سلامات للطالب والله يساعد الطلبه، يعني ناس جايين من 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 مختلف المحافظات وجايين يدرسون وقاعدين يعني في امان الله، ويجي لهم والله يعني وين قاعدين احنا؟ المفروض انه البصره من المناطق المحافظات الامنه والمستقره امنيا. هذا اللي صار المفروض ما يعبر، لو في اي دوله كان اليوم تحقيق كامل، كان الحكومه بكبرها بالبصره تشوف شنو اللي صاير. اللي جاي يفتعلون هذه الامور العشائريه يا ريت تخلونهم في منطقه قضاء كامل، انطوهم ونقلوا الناس الابرياء اللي تي تعيش بسلام تروح في غير مناطق. مره اخرى نطالب جامعه البصره بان تطالب بنقل الاقسام الداخليه من خارج القرمه حتى لا يتعرضون الطلبه لمثل هكذا موقف يعني لا يحسد عليه. نروح لموضوع آخر، افتتاح الدورة 45 لمعرض بغداد الدولي بحضور حكومي مميز، وأيضا مشاركة 17 دولة وأكثر من 20 جهة محلية اليوم في بغداد، وأيضا المشاركات جميلة وعديدة وإقبال العدد عدد كبير من الحاضرين وزائرين لمعرض بغداد الدولي، راح نشاهدها من خلال التقرير المصور. معرض بغداد الدولي دورته 45، خطوة مهمة خصوصا بعد التحرير، بعد تحرير نينوى والانطلاق نحو تحرير الاقتصاد. فنحن نريد مثل هذه المناسبات أن تكون خطوات محطات لكي ينطلق الاقتصاد كما انطلق الأمن، وهذا أمر مهم للشركات، للدولة، للشعب، للخدمات. فبالتالي رعايتنا لهذا المؤتمر وتشجيعنا لهذه الشركات، أكثر من 700 شركة، هو ترحيب بانطلاق النشاط الاستثماري والتجاري والاقتصادي في العراق. الحمد لله هاي السنة الثانية نشارك بمعرض بغداد الدولي. لاحظنا السنة الماضية أقبال واسع على المعرض، فحبينا نشارك هالسنة، فالحمد لله يعني شاركنا. والله الاقبال الحمد لله يعني كلش جيد. اليوم الاول ما شاء الله الشركات السفارات يعني تعرف الازدهار اللي دي يصير بالعراق، فالحمد لله شفنا المشاركات يعني تعرف ناس قد احنا الشركه الاماراتيه، ناس الشركه المصريه، ناس الجناح الايراني، الشركه اليابانيه. اكيد كل الشركات اليوم متوجهه الى بغداد الى معرض بغداد الدولي حتى تشارك بهذه الفعاليه خاصه بمعرض بغداد الدولي، لكن اللي عجبني انتم عندكم سخانات، شنو الفرق بين هذا السخان الاماراتي؟ والله يعني احنا الحمد لله سوينا هذا المنتج خاص بتوفير الطاقه الكهربائيه، حاصل على شهاده توفير الطاقه الكهربائيه. فلان تعرف هسه صار عندنا تخصيص بالكهرباء، هاي السخانات تسحب امبيريه جدا واطئه، صار يعني بالبيت العراقي يعني قبل يسحب من صالح المواطن العراقي. نعم، بحيث تجي القائمه يفرح من يشوفها، اللي يبقى 24 ساعه يشتغل هو اول ما يحمل مي يفصل الاوتوماتيك. نرحب بكم في بغداد، أجمل الترحيب. العراق بلدكم الذي يفتح أبوابه لأشقائه وأصدقائه لتعزيز فرص التعاون والإعمار والاستثمار التي تخدم مصالحنا المشتركة.
هذه الفعالية الدورة 45 معرض بغداد الدولي إلا بلوى وحصيلة فعاليات واسعة خلال العام لعدد كبير، مئات آلاف الشركات، مئات المؤسسات التي نشطت في هذه المجالات والتي اليوم تظهر هذه النشاطات في هذا المعرض كبوابة عراقية مهمة للاستزادة والتوسيع وللتقدم أكثر فأكثر، خصوصا بعد أن أنجزنا مهام التحرير من داعش وطهرنا الأرض من دمشقهم، والآن مهمة بناء الاقتصاد العراقي، مهمة التعاون مع جميع أصدقائنا وأشقائنا في الدول المجاورة وفي العالم، هي المهمة الأساسية للحكومة العراقية. دي المشاركة الرابعة لينا، الحمد لله رب العالمين. المعرض كل دورة بيبقى أعلى من الدورة اللي قبل منه. السنة اللي فاتت كويس، السنة دي أحسن وأحسن، وإحنا بنأمل إن شاء الله يبقى المعرض اللي جاي أحسن وأحسن إن شاء الله. ميزة معرض بغداد الدولي إنه من المعارض القوية، إن معظم العارضين والشركات تستنى من السنة للسنة، قوة شرائية، قوة تعاقدات كويسة جدا جدا يعني. إن شاء الله السوق العراقي من السوق الواعد إن شاء الله، وهيبقى أحسن الأسواق العربية إن شاء الله في المستقبل. إحنا شركتنا بتخصص بالمنتجات النحاسية والمنتجات خادم الخليلي، تماثيل، براويز فرعونية، براويز إسلامية. الحمد لله رب العالمين، إحنا من المشاركات اللي بالنسبة لنا إحنا المعرض ده بنستناه سنويا يعني. كل هذا بالصناعة المصرية بيد. صناعة مصرية، صناعة يدوية. إحنا عندنا 12 مصنع متفرقين، بنصنع مصانع للنحاس، مصانع للأحجار، مصانع للشغل اليدوي كله. الحمد لله رب العالمين، منتجاتنا موجودة في كل العالم العربي يعني. شاركت جميع شركات وزارة الصناعة والمعادن في هذا المهرجان الاقتصادي، كانت هناك مشاركة وحضور متميز لشركتنا الشركة العامة للسمنت العراقية في هذا المعرض. حقيقة الهدف من هذه المشاركة هو أولا تعريف المواطنين والمستهلكين لمادة الاسمنت بإمكانيات معامل شركتنا بالكميات والنوعيات المنتجة في معامل الشركة كافة. حقيقة بعد تحرير محافظة نينوى العزيزة من عصابات داعش الإرهابية، باشرت كوادر شركتنا في معاونية السمنت الشمالية بوضع خطط وتأهيل لمعامل السمنت في هذه المحافظة وعددها 5. حقيقة أنجزنا كافة أعمال التأهيل بفترة قياسية، وتم افتتاح هذه المعامل في 20 آذار الماضي. اليوم كميات الإنتاج المنتجة في معامل شركتنا تغطي حاجة السوق سواء للمواطنين أو لإعادة البنى التحتية لمحافظاتنا العزيزة. شاهدنا مشاركات عديدة لشركات أجنبية وأيضا محلية، بس أنه عندي فد رسالة خاصة لكل الشركات المحلية اللي مشاركة بالمهرجان أو اللي مشاركة بالمعرض. نتمنى أنه ما تقولين أنه وصلنا لحد الاكتفاء الذاتي، لأنه إحنا عدنا بالحكومة العراقية أي شيء يوصل لحد الاكتفاء الذاتي راح يسوون بمشكلة وخلاص يطلعون عن الخدمة، مثل ما طلعوا معمل اسمنت البصرة واللي هو من أهم مصانع الاسمنت اللي موجودة في الجنوب، دمروها لأنه والله وصلت الاكتفاء الحد الذاتي أو اكتفاء الذاتي. غيرها من المواضيع اللي أيضا اكتفوا بها ذاتيا لكن أنه دمروها حالة حال زراعة الحنطة، الأسماك، اللحوم، الدجاج، وغيرها من المواضيع اللي دائما ما نقول والله الحمد لله والشكر أنه اكتفينا ذاتيا لكن أنه وراها تجي الهجمة وتدمر الاقتصاد العراقي بشكل كامل، مثل ما أنه هسه هو متدمر بكل أوضاعه السياسية والاقتصادية حتى العادية. اللي نتمناه أنه الأيام القادمة فعلا أنه نفتخر بصناعتنا وأن تكون صناعتنا فخرنا، نرجع كل المصانع اللي كانت تشتغل سابقا من معمل بطاريات، معمل خياطة، معمل سرنجات، معمل الأنسجة، غيرها من المعامل، معمل أدوية سامراء اللي هو أيضا بمعاناة كبيرة جدا ولحد الآن موظفينه بعقود أنه عندهم معاناة كبيرة، غيرها من المصانع أنه ياريت أنه كلها ترجع فعلا حتى أنه ننمي اقتصادنا ونقويه ونخليه فخر لبلادنا ما بين أنه البلدان العربية المجاورة. قد حلو من أنه عندك شركة محلية أنه تروح يشارك بمعرض دولي في إحدى الدول العربية، مثل ما أنه شاهدنا مشاركة دولة الإمارات بمعمل السخانات وأيضا معمل الشركة المصرية اللي هي عندها أكثر من 7 مصانع للأعمال اليدوية. هذه
شيء طموح نتمنى انه نوصل له، او شيء جميل انه نتمنى انه نوصل له ونشوفه ونشاهده على ارض الدول العربيه بمشاركتنا بمحلات او بشركات محليه عفوا. وهذا الموضوع اللي للاسف انه احنا صناعتنا متدمره، اقتصادنا متدمر، وكل الاشياء اللي بالعراق هي مدمره بالكامل، بس فالحين انه احنا حكومتنا من يصير قضيه عند احدى الدول راسا نتبرع ونوقف. ما انت بيتك هو منهم، بيتك منكوب، بيتك متدمر، ليش ما انه تصلح بيتك بالبدايه حتى انه تقدم الخدمات للدول الجاره اللي هي عمرها ما باعت عليك، واذا باعت عليك فهي مسويت لك منيه انه يلا هاك اخذ، لانه انت تاخذ من فضلاتي او تاخذ من البقايا اللي موجوده عندنا. نتمنى نكون حريصين فعلا على وطننا، على بلدنا، على شركاتنا وعلى اقتصادنا اللي موجوده بها العراق، ورجع كل المصانع، لانه وزاره الصناعه والمعادن هي مدمره بالكامل منذ 2003 ولحد الان ما شاهدنا لها اي دور سوى انه مشاركاتها بمعرض بغداد الدولي بكل دوراتها المضت. هذا شيء قليل، لكن احنا نطمح للكثير، ونطمح انه العوده مره ثانيه لوزاره الصناعه والمعادن وتكون وزاره فعليه واساسيه ومنتجه بالعراق من اجل انه الارتقاء بواقع الاقتصاد وايضا تنميه الاقتصاد بالايام القادمه. وان شاء الله معرض بغداد الدولي راح يبقى مفتوح من يوم 10 لغايه 19 تشرين الثاني بهذا العام، ونتمنى انه زياره الكثير من الناس لهذا المعرض حتى انه يشوفون ويطلعون على الشركات المشاركه او الصناعات المشاركه بهذا المعرض، لانه جميل. وكل ما تكون الزياده او كل ما تكون الزياره قويه وفعاله بالمعرض هذا راح يدل على انه نجاح المعرض واستقرار العمليه الامنيه اللي موجوده داخل بغداد وايضا داخل المحافظات العراقيه. فكثفوا بزيارتكم وروحوا اشتروا واقتنوا الاشياء الجميله من الشركات المشاركه على ارض معرض بغداد الدولي. فعلا حتى لو ما تشترون روحوا زوروا المعرض فعلا حتى ينطي رساله مهمه لكل من موجود، لكل اكيد هناك قنوات عربيه ستصور الموضوع، تنقل رساله ايجابيه على انه الحياه في بغداد مستقره امنيا والناس عندها امل وتشبث بالحياه. طيب نرجع للبصره، وهناك مواطن رصدنا من داخل مكتب جوازات الاقضيه والنواحي الموجود في ساحه السعاده اللي مثل ما قلت لكم في مدينه البصره، رصدنا حاله انه هي الناس واقفه طوابير عددهم تقريبا بالعشرات يوصلون الى اكثر من 100 شخص واقفين ينتظرون دورهم من اجل اكمال معاملاتهم. قضيه وما بيها انه هم يطلبون حضورهم من وقت، فيقول لك احنا قالونا تعالوا من 6 ونص حتى تلزمون سره، وللساعه 9 الا 10 ما حد جاي، كم ضابط يدخل ما اعرف شنو، يدخلون ويطلعون واحنا واقفين بالشارع. الوضع ما يستحمل، ناس كبار في السن، ناس عندها معاملات ضروريه، موضوع الجوازات تعرفون يعني الناس يتخلص اكيد عندها شيء مهم ومستعجل، واقفين يقول لك ينتظرون. او هي حاله، واعتقد انها قبل فتره ايضا هناك مناشدات كثيره من كل واحد او من كل بصري يزور الجوازات في اي مكان في البصره يشكون من موضوع السماسره، يقول لك يجب وضع حد لهذا الموضوع، هناك ضغط او هناك اليه او هناك عمليه مفتعله حتى يجبرون الناس على انه بدل ينتظرون ساعات طويله او ايام واسابيع وهو مستعجل يدفع ويكملون جوازه. نتابع المقطع اللي نتمنى الجهات المعنيه متابعه الموضوع، رئاسه الوزراء او من موجود في البصره اذا حبوا يهتمون، حتى يكون هناك متابعه فعليه، يروحون للمكان ويشوفون ماذا يحدث هناك. معالي الوزير، هذا المنظر في مكتب جوازات الأقضية والنواحي في محافظة البصرة. معالي الوزير، يطلبون حضورنا، تعرف جنابك الكريم انه الحضور لازم كل قضاء او ناحية بالاسبوع مرة. هسه احنا يوم خميس، اهل ابو الخصيب والسيبة، يطلبون حضورنا من الساعة 6:30 صباحا والان الساعة 58 دقيقة وكأن شيء لم يكن، واقفين نفس العدد ونفس الهوسة والباب مسدود، يجي مقدم جايب لاثنين ثلاثة يدخلهم وياه، يجي ضابط اثنين ثلاثة يدخلهم وياه وكأن شيء لم يكن. وهذا ضغط على المواطن حتى يذهب للسماسرة مالتهم الموجودين برا على مود خلصونها بفلوس. لذا أطلب من معاليكم، وأنت رجل معروف باجتهادك وحضورك الدائم، نطلب تغيير هذا النهج في مكتب جوازات الأقضية والنواحي بالبصرة، وأتمنى أن تسمع صوتنا. نتحدث بالنيابة عن مئات المواطنين. معالي الوزير، هسه الساعة 9:50 ونفس الشيء. شوف، احنا مشكلتنا بالعراق هي موضوع الفساد، لما نقضي على الفساد من يعني من هذه الدوائر المهمة شوي شوي نقدر احنا نقضي على الفساد بشكل كامل. بس احنا يعني امام انظار الناس، امام انظار الجهات المعنيه تعرف هذا فساد، لكن ما جاي تحاسب. كل من موجود في هذه الدائره
عينه صلفه وقويه، يعني من تروح يعرفون يقول لك يابا من تروح رئاسه الوزراء تدربينه، وكانما هم مافيات واحد يضرب الثاني وواحد مدارع الثاني. قضيه كبيره، والناس خاصه يعني موضوع الجوازات موضوع حساس للغايه يحتاج فعلا الى متابعه. الناس لو ما مضطربه تدخل يعني اللي يريد يتونس ما اعتقد انه راح يدفع فلوس، فهاي احنا راح نشجع على الرشوه واستمرارها. لكن اكو ناس يعني وضعها مثلا تروح الى علاج، تروح الى مؤتمر، تروح الى زياره مهمه، وانتم تجبرون الناس على المشاركه في موضوع الفساد. القضيه تحتاج الى متابعه حقيقيه، الى ناس فعلا يردون يغيرون هذا الواقع. موضوع الفساد نخر بهذا البلد وهو سبب تدمير كل ما يحدث لنا. اتمنى ان يكون هناك فعلا متابعه لهذا الملف. وموضوع الجوازات في البصرة بأكملها، مو بس هذا المكتب يعاني من موضوع السماسرة ودفع الرشاوة من أجل تسيير المعاملات. احنا نبقى متابعين القضية ونتأمل خيرا بالأيام الجاية. يعني ما أعرف هو المحافظ الحالي اللي موجود في البصرة ترك مكتبه وراح لمجلس النواب العراقي لو بعده انه مسؤول، حتى نحكي عن السلطة التنفيذية والتشريعية اللي موجودة في محافظة البصرة، لأنه ماكو دائرة من دوائر محافظة البصرة ما بيها سماسرة وما بيها انه ناس معاقبين المعاملات ياخذون فلوس يبتزون المواطن ويأخرونه حتى انه يضطر انه ينطيهم فلوس ويروحون لكل هذه الدوائر ويخلصوا لهم معاملاتهم. معقولة انه انت اليوم ما عندك القدرة وما عندك القابلية على السيطرة على هذه الدوائر او على مدراء الدوائر، لانه هذول يعني بعلمك وبارادتك ان هم موجودين بهذه المناصب تقدر تغيرهم تقدر تحاسبهم، والمقصر انه لازم يحاسب. مثل ما شاهدنا ايضا فساد في دوائر المرور في البصره، اليوم فساد في دوائر الجوازات وغيرها من الدوائر الخدميه اللي موجوده في محافظه البصره. نتمنى القضاء عليها باسرع وقت ممكن، وبعدين عود من تخلي البصره جنة وتخلي البصرة الوضعية مالتها تمام، روح شو تريد تسوي للدول المجاورة للمحافظات البقية لنفسك لعائلتك، هذا بحث آخر. نروح لموضوع آخر، راح نروح إلى موضوع الأسماك النفقة واللي صار لنا فترة نعاني والناشد الجهات المعنية وكل ما نحكي الجهات المعنية يقول لك والله بعد أنه التقارير من المختبرات العالمية لحد الآن ما وصلت أو راح توصلنا بالأيام القادمة، وهذا الموضوع بحد ذاته دمر اقتصاد البلد بشكل كامل، بداها من بابل بالتحديد قضاء المسيب وبدا بعدين انه يشمل الكثير من المحافظات العراقيه هي امتداد الجنوب وايضا الفرات الاوسط. اليوم مو موضوعنا الاسماك النافقه، موضوعنا انه الناس اللي هم ضعفاء النفوس اللي ما اعرف ما تهمهم يمكن روح المواطن، ما تهمه روح الناس الفقراء اللي هم اخوان اللي موجودين سواء كانوا في بابل او في الناصريه او في البصره او غيرها من المحافظات العراقيه. يعني انت من لميت هذه الاسماك النافقه واللي احنا في وقتها طالبنا وزاره الصحه والبيئه انه يعني تطمر كل الاسماك النافقه وتزيلها من النهر حتى انه ما تجي هاي الناس الضعيفه انه تاخذها وتبدا التاجر بها، لا هم بقت هذه الاسماك ولحد الان يمكن موجوده بعض الانهر الموجوده في المحافظات العراقيه وبداوا يلموها ويبيعوها على المحافظات المجاوره. يعني راح نشاهد صور او مقطع فيديو لاحدى السيطرات الامنيه تضبط سيارتين محمله بالاسماك النافقه من بابل متجهه صوب البصره، وهذه السيطره هي مكانها في محافظه ذي قار. انت الشخص اللي حملت واللي صعدتهن واللي خليت ثلج على اساس انه هي اسماك صالحه للاكل او للطهي، ما فكرت انه ذول الناس الفقراء ما يصدقون يلقوا لهم شيء مناسب ورخيص حتى يشترون لان محرومين من كل شيء؟ ما فكرت انه ذاك لو راح انه يتمرضون يتسممون احتمال انه يتوفون؟ كل هذا ما فكرتوا بيه ليش؟ لانه اهمال هو الرئيسي من الحكومه، وبالتالي انه اذا ما عندك شغل وعمل والحكومه هاملتك وماكو اي ضوابط عليك فعادي شو تريد تسوي؟ سوي. خلينا نشوف مقطع الفيديو بعدها نرجع نسولف بتفاصيل اكثر حول ملف الاسماك النافقه. نفس التاريخ اليوم 4/11/2015 بعد ساعه من القاء القبض على السياره الاولى، صور السياره الاولى هاي. السياره الثانيه هاي نفس الحبل هو، نفس صاحب الحبل. رقم 1/1979 النوع شوفر جنسي ابيض اللون. هذه ايضا ما في اسماء. ايضا ما في اسماء. اسم فتحي عبد الفطر حمدان. نفس الحمل مال العجلون اللي ذكرناها قبل لحظات. قادمه من محاولة ضامن باتجاه البصره. طبعا هاي العجله تحمل 3000 من عدد الاسماك.
والعجل اللي صورناها قبل لحظات حمله ب 20,000 حسب ما مذكور بالوصف. نرجع لوزارة الصحة والبيئة اللي رفعوا مس من محافظة بابل 1500 طن من الأسماك النافقة. طيب والمحافظات البقية أكيد أنه ما رفعت الأسماك النافقة وبدت أنه متروكة بالنهر، وهذا ما فكروا به أيضا أنه راح يستمر التلوث ويمتد مع جريان النهر لبقية المحافظات العراقية. وين لحد الآن الجهات المعنية واللجان اللي شكلت من أجل حل هذه الأزمة المتعلقة بنفوق الأسماك بداية من بابل وانتهاء بآخر المحافظات العراقية اللي انضمت لهذه الكارثة الاقتصادية؟ ليش لحد الآن أنه ما عالجتوها؟ وين وزارة الزراعة، وزارة الصحة والبيئة، وين وزارة الموارد المائية؟ ليش أنه لحد الآن بقيت الوضع مثل ما هو، ولحد الآن أنه احنا ننتظر التقارير توصل أو نتائج المختبرات العالمية توصل حتى نعرف شنو سبب الكارثة؟ ماكو بعد كم يوم أنه أيضا راح تنسي تدريجيا والملف ينتهي ويروح ويصير حاله حال بقيه الملفات اللي انسدت واللي انتركت او وضعت على الرفوف اللي مليانه تراب. نتمنى انه الايام القادمه انه يكون اكو تحقيق فوري وعاجل بكل هذه الكوارث، ومنها الكوارث الاقتصاديه اللي دمرت اقتصاد البلد واللي هي اخرها نفوق الاسماك وثوره سمكيه من بابل الى اخر المحافظات اللي انضمت لهذه الكارثه الاقتصاديه. هم من ينسي هو النسى هسه حاليا احنا نسينا موضوع الأسماك. يلا هسه هذا الموضوع احنا لو ما شفناه يعني القوات الأمنية وكذا وصلنا الناس نسيت الموضوع تمام. يعني موضوع الأسماك لم يشغل حتى نفسهم. وين التحقيق؟ التحقيق هسه مشوها علينا انه مرض قديم ومن الثمانينات وقلة اكسجين وازدحام وقواعد مرورية ما يطبقون السمك ومخ السمك وما يلتزم بالقواعد، فهسه لازم احنا نربي سمك يلتزم بالقواعد المرورية وماكو ازدحامات. الظاهر عنده أماكن يزدحم بها. هذا الحكي اللي مشوا علينا وزارة الزراعة والموارد البيئية والموارد المائية والبيئة والصحة وبيناتهم مشوا القضية، وطلع عندنا نائب بالبرلمان قال هذه قضية مفتعلة من أمريكا. ما عرفت يعني هذا مصدر مسؤول ونائب عراقي جديد المفروض هذا هسه ينفتح تحقيق. هذا أنت تصريح خطير. هسه إذا هذا نروح نشوف إحنا أمريكا ولا غير أمريكا مفتعلة لو مفتعلة اثبتوا على رأي. هاي القضية فعلا تحتاج إلى متابعة من الجهات المعنية، بس احنا عندنا يا مكثر التصريحات في هذا البلد، كل واحد يصرح بكيفه، يقدر واحد يقول القمر مسؤول، واحد يقول الشمس مسؤول وهكذا، فعادي تمشي. احنا رسالتنا للناس انه هي تفحص إذا كانت هي يعني من الناس محبي السمك وما تقدر تستغنى عنه في الوقت الحالي، هي تفحص غلاصم السمكة وخياشيمها وتشوفها تازة أو لا، ويبين انه هناك عفونة في الخياشيم. طيب السلامة للجميع. واحنا دورنا كأهل المدينة نتابع هذا الموضوع الملف، ما علينا الناس تنسى ما تنسى، الجهات المعنية تحاول انه داري وجهها، احنا نحكي بما يوصل لنا من مواضيع. طيب نروح الى كركوك. في كركوك الأجهزة الأمنية هناك والجهات المعنية ضبطت منزل، هذا المنزل مهيأ أو معد لخزن الأدوية. طبعا الأدوية تحتاج لها الى مكان صحي وشروط صحية خاصة لخزن الأدوية. هم الجهات المعنية وأيضا أحيانا تخفق في خزن الأدوية وتصير غير صالحة للاستهلاك. راح نشوف إحنا عشرات الكراتين اللي بيها أدوية بمختلف أدوية حبوب وعلاجات وأبر كلها منتهية الصلاحية، تم ضبطها وطبعا راح يتم إتلافها لأنها بسبب الخزن السيء هي غير صالحة للاستهلاك البشري. نشوف
هذا هو المنشأ التركي. طيب مثل ما شاهدنا حرامات هذه الأدوية، هذه أدوية أول مرة خسارة مادية وأكو ناس محتاجتها. كان المفروض ما أعرف هاي المفروض الناس تكون على قدر كبير. شفتوا المقطع مكان غير مهيأ، يمكن مثل هذا المكان أكو ما نريد نقول مئات عشرات. فنتمنى أن الناس إذا شكت في منزل معين تخبر أقرب مركز للشرطة حتى يتم إلقاء القبض على هاي جريمة، جريمة اقتصادية وطبية وإنسانية. فإحنا نشكر القوات الأمنية اللي استطاعت أن تنقذ الناس من الممكن بيعها والناس ما تدري تستخدمها وتتعرض إلى مشاكل صحية. الحمد لله أنه تم إلقاء القبض عليهم، ونتمنى أنه مثل هكذا أمور الناس ما أدري ضعيفة النفوس تكاثروا عندنا بشكل عجيب بعد 2003. نتمنى أن يكون هناك متابعة للموضوع، وهاي الصحة الداخلية أيضا يكون هناك لهم متابعات لمثل هكذا مواضيع خطرة وتأثر على حياة الناس. طبعا كثير من المواضيع إن شاء الله نأخذها بالأيام القادمة، وهذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام في أمان الله. إذن وصلناكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.